بكم شرفتوني وانستوني منصة فوشيا اللي جيتوا وكبتوا العرض من أوله لآخره، وإن شاء الله يا ربي يكون نال إعجابكم وكنت عند حسن ظن الجميع. وهذا أنا أريد في تفاعل الجمهور اليوم من خلال العرض. العرض هذا كان بعنوان ليلة الشك. ليلة الشك اللي هي العروسة هذية نهار العرس نتاعها صار خلاف صغير بينها وبين رجلها، فقررت كونها تمتنع عن الزواج. وفي ساعة اللي هي اختلت بها في مع روحها في بيت، معناها من البيوت اللي موجودة في قاعة الأفراح هذية، رجع مخها لتخمينات قدم ولتساؤلات وطرح أفكار وركبها نوعا ما، معناها من الشك والهلواس في القرار هذا اللي باش ياخذه في الحياة الجديدة اللي هي باش تعيشها. فهو كان ما بين الحاضر وما بين الماضي وما بين رؤية مستقبلية للحياة هذه الزوجية بتبيعها من خلال ظواهر و معناها شخصيات موجودة على أرض الواقع، إن كانوا معناها رجال أو نساء، حاولت تاخذ منهم هما باش تحاول بعد في الأخر بكل تفرز ما بين الصحيح وما بين الغلط. هذه الرؤية اللي احنا اعتمدناها طبعا بتقنيات مسرحية، نظرا لكوني انا كممثلة معناها بنت المعهد العالي او خريجة المعهد العالي للفن المسرحي، ايضا زد كيف المخرج خريج المعهد العالي للفن المسرحي، السيناريست اللي كتبوا النص زد عمر ونور في اللمة هذية، وعزيزة سوسو هي اللي كانت صاحبت اللمة هذية للجروب وهي اللي خمت معناها معانا في المشروع هذا، معهم زاد سنة في التوزيع والتنسيق، وهذه كل تحت اشراف شركة القاعدة للانتاج لوليد. ان شاء الله يا ربي يكون عمل معناها فاق الانتظارات لكل، خاطر تعبت ومجهود معناها تبذل فيه، اخذي تقريبا 5 شهور برايف ما بين كتابة وما بين ركح، وجاء اليوم المشهود اللي عرضنا فيه ليلة الشك. الحمد لله، شكرا لكم وأنستوني وشرفتوني.